السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة بتسأل ازاي نحصل على شهادة اوتوديسك سيرتيفايد بروفيشنال او الاس بي. طيب هو هنا بيقول لك ان الشهادة دي عشان تاخدها لازم يكون عندك خبرة 400 ساعة مينيموم لحد 1200 ساعة. اقعد احسب بقى كده، لو انا بشتغل مثلا 7 ساعات مثلا يبقى ده هياخد مني كام شهر عشان اخلصها. طيب هو بيقول لك عشان تاخد الشهادة دي المفروض ان انت فاهم الريفت وفاهم ازاي ان انت تبني الموديل بتاعك، وبيقول لك ان الامتحان بيبقى فيه اجزاء، يعني في الموديلنج ده عليه 31% تمام، والدوكيومنتيشن عليه 24%، دي الاسئله اللي موجوده هو مقسمهم لك، والكولابريشن والكوردينيشن المهارات ديت عليها 22%، واللي انت فاهم البروجكت ستاندرد وفاهم السيتنج ده 11%. يبقى لو انا بفهم موديلنج ودوكيومنتيشن بس يعني مش هتجيب درجه النجاح، فلازم ابقى عندي درايه ببقيه الحاجات. فعشان كده هم عاملين يعني نموذج مصغر للامتحان هنشوفه مع بعض، تقدر ان انت تحله وتقدر ان انت تتاكد ان انت فاهم الاسئله دي كلها، ولو في حاجه واقعه منك دور عليها وهتلاقيها ان شاء الله. بيقول لك دي المهارات الموديلنج، يعني لازم تكون بتعرف مثلا ده الجزء بتاع المعماري، لكن هو نفس الفكره برضه هنشوفه مع الانشائي والكهروميكانيكال. الموديلنج ان ازاي انت تعرف الوول وتعرف ان انت تعمل كيرتن وول وتعرف ان انت تعمل اديت للروف والفلور والسيلينج، طيب تعرف ان انت تعمل الكولوم، تعرف ان تحط ماتيريال الغرفه الروم، الفاهم التوبوغرافي، الدوكيومنتيشن، دي الحاجات المهمه في الدوكيومنتيشن ان انت تعمل فلتر، ان انت تعمل دبل كات فيو، كل الحاجات دي شرحناها بالتفصيل في بيم اريبيا مجانا على اليوتيوب تقدر ترجعوا لها. ازاي ان انت تعرف تعمل الدوكيومنت ريفيجن، ازاي ان انت تعمل ليجنت، ازاي بعد كده تعمل مثلا ست سيف ريمايندر، دي بقى البروجكت ستاندرد تمام. تقدر ان انت تعمل اكسبورت اي اف سي، الايمج، البي دي اف، السكادول، وبعد كده بقى اخر حاجه الانفورميشن اناليسز، ازاي ان انت تعمل السكادول، ازاي ان انت تعمل نوت بلوك، ازاي ان انت تعمل اريا سكادول، وازاي ان انت تعمل سان اند شادو ستاديز. كل دي الشرح بالتفصيل على بيم اريبيا، فالحمد لله المنهج اللي احنا حاطينه يخليك تعدل الامتحان ده بسهوله وموجود مجاني. طيب انا عايز اشوف بقى نموذج مصغر للامتحان عشان ادخله. تكلفه الامتحان $200. الامتحان ممكن تمتحنه في البيت لكن لازم تكون مشغل الكاميرا، لازم ما يكونش في اي حاجه على المكتب، لازم ما يكونش في اي حد جنبك، الراجل لازم قبل الامتحان تبقى موجود بنص ساعه على الاقل، لازم، لان الراجل لازم يتاكد ان مفيش اي وسيله من وسائل الغش، والامتحان بيبقى مسجل بحيث لو في اي حاجه الامتحان اتلغي، لو هم شكوا حتى بعد الامتحان ممكن يلغوا لك. طيب ده اللينكات اللي سيبها لكم اسفل الفيديو، ده مثلا خاص بالاركتكتشر يجهزك للامتحان، دي المواد اللي انت المفروض تبدأ تشتغل بيها، وهو يشرح لك بقى بالتفصيل ازاي ان انت تسطب الامتحان، اهداف الامتحان، الملحوظات، وتبدا بقى ايه يشرح لك كل حاجه في محتاجها عشان تدخل الامتحان. وبعد كده ممكن بقى تخش الامتحان كتجربه وتبدا تشوف هل انت فعلا هتقدر تعدي الامتحان ولا لا. المفروض ان الموضوع كله ما ياخدش اكتر من 9 ساعات تكون خلصت وخدت نبذه عن الحاجات اللي انت هتحتاجها عشان تدخل الامتحان تمام. اهو شرح بسيط خالص اوتوديسك اللي عاملاه، ان شاء الله نحاول نعمل واحد كده بالعربي يكون ايه مفصل اكتر، ونشرح لكم يعني سؤال سؤال في الامتحان ان شاء الله. نفس الفكره هنا برضو في الاستراكشر، هتلاقي نظره عامه على الكورس، وبعد كده دي الملفات اللي انت محتاجها عشان تبدا الكورس، وبعد كده تبدا بقى معلومات عن الشهاده وايه اهم التفاصيل بتاعتها، واهم حاجة تخشها اللي هي براكتس تيست. اهو تقول له انا عايز ابدأ البراكتس تيست، لو انت عديته بنسبة 100% كده خلاص انت جاهز ان انت تدخل الامتحان. اهو بيديك اختيارات تبدأ ان انت تبص عليها وابدأ فكر هو ليه اداني الاجابة دي مش الاجابة دي، وده الميكانيكال وده الالكتريكال. هسيب لكم اللينكات كلها اسفل الفيديو تمام، كل واحد يبدأ يبص عليه ويبدأ. اهم حاجة بالنسبة لي
البروجكت تيست. لو عديت البروجكت تيست يبقى خلاص كده توكل على الله. طيب دي الموقع بتاع الشهادات، بحيث ان لو انت عايز تسأل اي حاجه هتلاقيها، وانواع الشهادات والبرامج اللي انت ممكن تاخد فيها شهاده. ده الموقع المتخصص بالشهادات، بيقول لي في شهاده يوزر، في شهاده ديت، لكن التركيز كله على السيرتيفايد بروفيشنال. تمام. اكسبيرت دي بقى عايز واحد يكون خبره وحد يزكيك وحاجات زي كده. وهنا تلاقي السيرتيفايد بريبيشن كورس والاوتوديسك ليرنينج والاوتوديسك ليرنينج بارتنر. طيب عايز ادخل الامتحان، هاجي هنا على الموقع دوت، تبدا تختار الامتحان اللي انت عايزه. في حاجات خاصه بان انت تمتحن وتحدد الميعاد، تختار الشهاده اللي انت عايزها وتبدا بقى تحدد الميعاد. ده الموقع اللي مخصص للامتحانات. طيب هقول له مثلا عايز مثلا الاوتوكاد او الريفت، هيبدا يديني المعلومات، هقول له ساين اب فور از اكزام، وتبدا تحدد الميعاد اللي انت عايزه عشان الامتحان. ان شاء الله لما اكون انا بمتحن هسجل لكم خطوه خطوه قبل ما ادخل الامتحان. لو دخلت الامتحان ممنوع ان انا اسجل اي حاجه خالص. وضحت؟ طيب ممكن اعمل لوج ان هنا، ممكن اقول له انا عايز اقرب مركز ليا عشان امتحن. تمام. هيقول لي انت موجود فين، هقول له مثلا القاهره ايجيبت، يبدا بقى يدور ويقول لي اقرب مركز ممكن تروح تمتحن فيه المركز، تقدر تحدد بقى المكان اللي انت عايزه. تمام. في الدقي، في اكتر مكان في القاهره، تقدر تتواصل معاهم وتبدا ان انت تحجز الامتحان اللي انت عايزه.